أذهب الآن إلى غزة ومعنا مدير عام وزارة الصحة في غزة منيرة البرش، أهلا بك معنا، تنضم إلينا عبر الهاتف لمناقشة وضع المستشفيات في قطاع غزة. آخر المستشفيات سيد منير التي خرجت عن الخدمة، ربما من أهم المستشفيات التي بقيت تعمل للأيام الماضية، المعمداني، كيف يبدو الوضع الآن خاصة المرضى الذين تم نقلهم إلى مستشفى الأندونيسي، وكيف يبدو الوضع في باقي المستشفيات التي ما زالت تعمل في ظروف صعبة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني لا تزال الانتهاكات الإسرائيلية بحق المنظومة الصحية بجميع مقدراتها وكوادرها متواصلة. والحقيقة يعني فوجئنا باقتحام الاحتلال الإسرائيلي بالأمس مستشفى كما مستشفى المعمداني او ما يسمى بالمستشفى الاهلي، واطلاق النار المباشر على المصابين وعلى الكوادر الصحيه، مما ادى الى خروج المستشفى باكمله عن الخدمه. ومن ثم في صباح اليوم كانت الدبابات الاسرائيليه قد وصلت الى محيط مستشفى الشفاء، وأيضا أخرجت الطبية المتواجدة هناك أصدقاء المريض ومستشفى الحلو وعن خدمة بشكل كامل. فتم نقل جميع المرضى من هذه المستشفيات الموجودة شمال قطاع غزة إلى المستشفى الأندونيسي، فاستقبلنا أكثر من 80 حال حتى الآن في المستشفى الأندونيسي ومستشفى كمال العدوان. وللأسف الشديد ما زال الاحتلال الإسرائيلي يعني يعمل المجازر تلو المجازر في جميع المناطق قطاع غزة، فكانت آخر مجزرة في منطقة جباليا وقبلها في التفاح. فنتحدث عن انتهاك واضح بشكل كبير جداً أدى استهداف احتلال المراكز والمستشفيات الصحية لإخراج أكثر من 23 مستشفى من أصل 38 بين مستشفى حكومي وأهلي. طبعا ما زال أيضا موضوع الوقود هو الموضوع الصعب جدا والذي للأسف الشديد يمنع الاحتلال الإسرائيلي دخوله إلى مناطق نعم. هنا أسألك سيد منير عن حاجيات المستشفيات التي بقيت تعمل، طاقة استيعاب المستشفيات نظرا للأعداد الكبيرة من المصابين التي تنقل بشكل مستمر إلى هذه المستشفيات. الحقيقة المستشفيات تحتاج الأدوية والمستلزمات الطبية، وأيضا تحتاج الوقود اللازم لتشغيلها، ولا يسمح بدخول الوقود إلا عبر الصليب الأحمر والمنظمة الصحة العالمية. فأدخلت قبل يعني أشهر كميات ضئيلة يعني اشتغلنا بها في مستشفيات شمال قطاع غزة، لكن حتى اللحظة يعني لا يوجد رصيص أمل من دخول هذا الوقود، مما ادى الى موت اطفال في العنايه المركزه في مستشفى كمال عدوان في الحضانه بالضبط بسبب انقطاع التيار الكهربائي. وايضا اضف الى ذلك موت العديد من حتى الان وصل 34 طفل بسبب سوء التغذيه الحاصل في شمال قطاع غزه والمجاعه المضطربه. كانت هذه الحالات قد وصلت إلى مستشفى الأندونيسي، وكان الحقيقة وفدا من دولة الجزائر الشقيق قد وصل إلى مستشفى الأندونيسي. وهنا نثمن الحقيقة دور دولة الجزائر وهذا الوفد الطبي المميز الاستشاري الذي ساعدنا في يعني في أحلك ظرف يعني نعيشه، وكانوا بمثابة الإخوة الكرام الذين عاينوا الأمراض والجرحى والمصابين الذين مباشرة نزلوا إلى الخدمة وإجراء العمليات وأجروا عمليات معقدة
خلال اليومين السابقين. الحقيقة هنا دعوة لجميع بإرسال الوفود إلى قطاع غزة، ما دام الاحتلال الإسرائيلي يمنع خروج المرضى من غزة فلتأتي الوفود. وهنا أسجل يعني موقف حقيقي لدولة الجزائر وإلى الوفد الجزائري الذي صدر على البوابات يعني أيام طوال حتى يعني دخل إلى غزة وبإرادته وبصموده وبكرامته، حتى أنه رفض يعني النزول من طيارة للجيش الاحتلال الإسرائيلي وأصر على البقاء ودخل بقوة وإرادة. والحقيقة هذا موقف يعني يسجل الإخوة في الوفد، ودخل المستشفى خدمة لأهلنا في قطاع غزة. هل لديكم إحصاءات حول، وأشكر نعم سيد منير، الطبي ومزيدا من هذه الوفود الطبية التي تساعد أهلنا فيما يخص المصابين الذين يحتاجون للسفر للعلاج خارج قطاع غزة؟ هل لديكم أعداد حاليا؟ نعم، كان هناك عدد ما يقارب طلبات العلاج بالخارج 25,000 طلب، كنا قد قدمناها إلى ليحصلوا على تنسيق وموافقة بالسفر إلى الخارج، لكن الذين تمكنوا من السفر فقط ما يقارب 4,895، يعني ما يقارب 5,000. فانظري يعني من 25,000 طلب يسافر 5,000. يعني طبعا هذا الأمر الحقيقة يعني له حجج كبيرة، أنه المعبر مغلق، وجوهنا الاحتلال لا يوافق هذا، لكن هذا ليس عذرا لأحد. فنحن يعني دائما عندما ذكرت الجزائر أيضا لابد أذكر بموقف الإخوة في مصر في عدم فتح المعبر أمام هذه الجحافل من المرضى التي يراد لها أن تخرج، ولكن للأسف الشديد لا يوجد إرادة سياسية لخروج هؤلاء المرضى، فيجب إخراجهم لأنهم بحاجة إلى العلاج، لابد من إخراجهم عبر بوابة، ومن حقهم أن يتلقوا العلاج في كثير من الدول العربية إن كانت في مصر أو الدول العربية المجاورة على استعداد استقبال هذه الأعداد من المرضى. نعم، شكرا جزيلا لك مدير عام وزارة الصحة في غزة منير البرش، كنت معنا من غزة عبر